السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نلتقي في فيديو جديد عن المنحة التركية. أولا قبل كل شيء سبسكرايب للقناة، لايك للفيديو، وأيضا لكل من لا يملك معلومات كثيرة عن المنحة التركية في هذه القناة اسمها بالعربي تجدون لا أدري على الأقل 3-4-5 أو أكثر فيديوهات كلها تتضمن تعريف المنحة التركية، شروطها، المزايا التي تقدمها لكم. يمكنك إسقاط ذلك على نفسك لتعرف إذا كنت تستطيع التسجيل أو لا، تجدون طريقة التسجيل، تجدون الكثير من الأمور. لذا يمكنكم التعرف على المنحة التركية بشكل كبير من خلال هذه القناة. اليوم سوف نتكلم عن شيء تفصيلي في المنحة التركية، وهو أحد الخطابات المقدمة في ملف التسجيل، خطاب التوصية أو رسالة التوصية. هو طبعا جزء أساسي ومهم جدا في التقديم الذي يقدم للمنحة التركية. يجب عليه أن يقدم على الأقل خطاب توصية واحد. طيب، أول سؤال ببساطة، ما هو خطاب التوصية؟ خطاب التوصية دون أن نتعب أنفسنا هو عبارة عن ورقة، رسالة، خطاب يكتبه إما أحد أساتذتك أو مشرف عليك أو رئيسك في العمل أو مشرف على أحد برامجك التدريبية أو غيرها. لكن بشكل أساسي والذي يأخذ الحصة الأكبر من هذا الموضوع هم الأساتذة، أساتذتك في الجامعة أو في الثانوية أو ما إلى ذلك. ما الذي يفعله هذا الأستاذ أو هذا المشرف تماما؟ يقوم بكتابة ورقة للمنحة التركية يشهد لك فيها بمجموعة من الصفات والمهارات الإيجابية في مجالك والتي تجعلك مؤهلا لنيل المنحة التركية. ببساطة هذا هو الخطاب، طبعا يرفقه بمعلوماته الشخصية وكيفية التواصل معه. كيف نكتبه؟ ما الموجود فيه؟ ما محتواه؟ ببساطة شوفوا، تخيلوا أمامكم يعني ورقة بيضاء. الآن فوق ضعوا المؤسسة التي ينتمي إليها هذا الشخص، أو يضع هو المؤسسة التي ينتمي إليها. مثلا أنا كنت أدرس في جامعة الجزائر 3، بالتالي نكتب جامعة الجزائر 3، نضع شعار الجامعة وما إلى ذلك، يعني هذا في بداية الصفحة. بعد ذلك نكتب طبعا المكان أو البلد، مثلا الجزائر، ونكتب أيضا الجهة التي يوجه إليها هذا الخطاب. بما أننا نتحدث عن المنحة التركية نكتب مثلا إلى لجنة المنحة التركية أو إلى مؤسسة اليتب. المهم يكتب أنه هذا الخطاب موجه للمنحة التركية. بعد ذلك ببساطة يكتب خطاب توصية. ثم في صلب الموضوع، يعني الفقرة المطلوبة ما هي؟ أول شيء طبعا التعريف بأستاذك، أنا فلان الفلاني أشغل منصب كذا كذا، أشرفت أو درست أو دربت فلان الفلاني في برنامج كذا أو مقياس كذا أو المهم ضعوا هذه المعلومات والتفاصيل. بعدها يقوم أستاذكم بتقديم إيجابياتكم، مهاراتكم، الإنجازات التي قمتم بها أثناء إشرافه عليكم. يعني المهم يقول كل الصفات الإيجابية التي تزيد من فرصتك لأخذ المنحة، ويبين للمنحة أنك شخص مؤهل مثلا علميا، عمليا، مهاراتيا، أكاديميا لنيل المنحة التركية. بعد ذلك في الجزء الأخير نضع معلومات أستاذك، مثلا الاسم واللقب، إمضاء الأستاذ وهذا أمر مهم، أيضا مثلا الإيميل، رقم الهاتف وما إلى ذلك. وإذا كان للأستاذ ختم رسمي أو لهذا الشخص ختم رسمي فمن الجيد أن يضع الختم على هذه الرسالة. بعد ذلك طبعا بما أنها سوف تحمل إمضاء تقومون بطبعها، إمضائها، وبعد ذلك تحملونها للسيستم. هذه ببساطة. الآن نبدأ في الإجابة عن الأسئلة الرئيسية المتعلقة بخطاب النية. أولاً ليس خطاب النية بل خطاب التوصية، لتكرار خطاب النية يأتي دوماً على بالي ولساني. خطاب التوصية، ما هي اللغة التي يجب أن يكتب بها؟ بما أن خطاب التوصية يمنح لك فلا توجد شروط متعلقة باللغة التي يكتب بها. يمكن أن تقدمه باللغة العربية، يمكن أيضا تقديمه باللغة الإنجليزية، ويمكن أيضا تقديمه بلغات أخرى، فذلك راجع للأستاذ أو الشخص الذي يقدمه لك. فلا يوجد شرط معين للغة التي يكتب بها خطاب التوصية. هذه رقم واحد. رقم اثنين، هل يجب أن يكون هناك ختم على الخطاب وإلا يرفض؟ لا، شوفوا الختم على الخطاب هو أمر إيجابي وجيد ومحبذ، وفي حالة وجوده هو أمر بلاس.
لكن في حالة غيابه لا مشكلة إطلاقا. يعني كما تعلمون أنا نجحت في المنحة التركية لمرتين وقدمت خطابات ليس فيها يعني مش عليها كاشي، الكاشي ليس عليها ختم بشكل عادي جدا، المهم يكون هناك توقيع ومعلومات حقيقية. يعني مسألة الختم ليست ضرورية، إذا كان الشخص الذي يقدم لكم الخطاب لديه ختم ذلك رائع ومذهل، يس. إذا لم يكن لديه ختم فلا بأس إطلاقا، ولا ننزعج من هذا الموضوع ولن يشكل لنا مشكلة. أمر إضافي، في بعض الأحيان يذهب الإنسان إلى الأستاذ يقول له أحتاج منك خطابة توصية للمنحة الفلانية، فيقول الأستاذ أنه ليس لديه وقت وكذا، اذهب أنت أكتبه وسوف أراجعه أنا. لا يوجد مشكلة إطلاقا في هذه الحالات، اذهب أنت أكتب الخطاب بما يتناسب مع الأستاذ، بعد ذلك راجعه معا. أحيانا يعني أنا بشكل أساسي قمت بهذا في المرة الأخيرة مع أستاذي الذي كتب لي خطاب التوصية لأجلي الدكتوراه. يعني قدمت أنا الأفكار الأساسية، راجع الأستاذ الخطاب وأضاف ما أراده ونزع ما أراده، وبعد ذلك قام بإمضائه وتسليمه لي. يعني الخطاب لست مجبرا 100% أن تجعل أستاذك هو الذي يكتبه، يعني في حالة ما لم يكن لديه وقت أو استعداد لكتابته فلا بأس أن يكون لك أنت إسهام في الكتابة، المهم أن يوافق هو على محتواه ويمضي عليه ويمنحه من طرفه، يعني في النهاية يجب أن يكون من طرفه هو. أيضا من الأسئلة المتكررة، ما هو عدد خطابات النية اللازم تقديمها للمنحة التركية؟ شوفوا، هو يجب تقديم خطاب واحد على الأقل، خطابان جيد، 3 خطابات جيد، لكن لا تجب المبالغة الكبيرة بحيث يعني يفقد الأمر معناه. مثلا أنا في الماستر سجلت بخطابي توصية فقط وقبلت بشكل عادي جدا، أعرف أصدقاء قبلوا بخطاب توصية واحد فقط، بخطابين، ب3 خطابات، ب4 خطابات، المهم أن لا تبالغوا كثيرا. بالنسبة لكيفية تحميل الخطاب على سيستم سوف يكون الأمر كالتالي، يعني أولا لديكم المكان الذي تحملون فيه الخطاب على شكل PDF أو أي مهم الصيغة التي يطلبها الموقع، بعد ذلك هناك خانات يجب عليكم ملؤها، هذه الخانات تتضمن اسم ولقب الأستاذ، تتضمن رقم هاتفه، تتضمن إيميله، وتتضمن أيضا المنصب الذي يشغله. فحتى لو كان الخطاب مثلا منقوصا من إحدى هذه المعلومات يجب عليك أنت أن تضعها في السيستم وتملأها هناك. أيضا يتساءل البعض، هل تتواصل المنحة دوما مع الأساتذة؟ يعني ذلك يختلف حسب الحالة، أحيانا ترسل المنحة للأساتذة إيميلات أو تتواصل معهم للتأكيد. يعني أذكر في الماستر أنه أخبرتني إحدى أساتذتي أن المنحة أرسلت لها إيميل يعني لمراجعة والتواصل معها بشأن رسالة التوصية التي كتبتها لي. ولذلك احرصوا بشكل جيد جدا أولا أن تضعوا المعلومات صحيحة، وثانيا أن تخبروا أساتذتكم في حال ما إذا تراسلت معك يعني قد تتراسل معك المنحة في الموضوع الفلاني لكي تتفاعل معه، لأنه أنا مثلا لم تكن لدي أي فكرة إطلاقا أن المنحة قد تتواصل مع أستاذتي فتفاجأت بالأمر. للذين يريدون الاستزالة، يعني لم تشفى معلوماتهم بعد في مسألة خطاب التوصية، يمكنكم البحث عن نماذج على الإنترنت، لكن أنا لا أنصح إطلاقا وأبدا ونهائيا بنقل تلك النماذج وتقديمها مباشرة. لماذا؟ خطاب التوصية هذا يجب أن يركز عليك أنت بشكل شخصي، يجب أن يذكر الصفات التي تحتاجها أنت في تخصصك، لأنه مثلا طالب في تخصص البيولوجي لا يقدم نفس المهارات ونفس الصفات التي تطلبها مثلا طالب إعلام. طالب البيولوجي يقدم أمورا متعلقة مثلا بالدراسات العلمية والأبحاث المختبرية، ومثلا قام هو وأستاذه بالتجربة الفلانية وما إلى ذلك. طالب الإعلام يقدم أستاذه حديثا ويثني على مهاراته وصفاته المتعلقة مثلا بالبحث الإعلامي الأكاديمي أو مثلا بالإنتاجية الإعلامي الذي يقدمه وما إلى ذلك. فحاولوا أن تجعلوا الرسائل خاصة تماما، خاصة جدا بكم، اذكروا فيها تفاصيل متعلقة بكم أنتم، يعني ولا تأخذوا فقط خطابات مكررة مكررة مكررة، لأنه في النهاية المنحة يصل لها آلاف الخطابات كل سنة، فالخطابات المكررة وغير الشخصية واضحة، وأيضا الخطابات المميزة المتعلقة بصاحبها والتي تذكر صفاته هو فعلا واضحة أيضا. المهم هذا كان حديث قصير بسيط عن
رسالة التوصية برأيي أن هذا الفيديو يغنيكم عن بحث كبير. تذكروا دوما أن تضعوا من شعار جامعتكم أو المؤسسة التي تنتمون إليها، بعد ذلك توجهون حديثكم للمنحة التركية، تكتبون أنها رسالة توصية يقدم أستاذكم مهاراتكم ومميزاتكم، بعد ذلك تكتبون معلوماته وإمضاءه والختم إذا توفر. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.